جدا ان انا موجود في حدث كبير زي ده، وان انا واحد من السفراء الموجودين في معرض الكتاب. طبعا وافقت على طول، طبعا من غير ما افكر ان انا اي حاجه بلدي تحتاجني فيها انا تحت امر البلد، عشان انا طالع من هنا، انا طالع اللي انا وصلت فيها بسبب طبعا مصر طبعا، والنادي اللي انا اتربيت فيه النادي الاهلي. فطبعا اول لما جمهور نادي الزمالك طبعا كله على راسي، ومبسوط مبسوط ان انا موجود النهارده معاكم، والمنظر الجميل ده يعني بتشوف نفسك التعب اللي انت تعبته طول حياتك عشان توصل اللي انت وصلت له. فعلا ما كانش سهل انك توصل في الموجود وسط الناس الجميله دي كلها. المدرب بيقول لي انت ما يعني مش معانا، خليك ورا الجون. فانا كان عندي ايمان بربنا ان انا هوصل، مهما الشخص بيقف قدامي بتلاقي بشخص مش هيواجهني اللي هو عايزه. ففضلت مصر ان انا اقعد في النادي الاهلي، لحد ما جاني الفرصه في الناشئين، ولعبت وما لعبت 6 ماتشات بالظبط في الدوري. انا لعبت ناشئين، لعبت 6 ماتشات بالظبط في الدوري. بعد كده طلعت فريق اول. بعد ما طلعت فريق اول ده كان حلم بالنسبه لي، حلم كبير، احساس كبير جدا، احساس يعني الحمد لله. الواحد ما انا بقول لك كل ده انت بتعمله بتمر بيه، فانت ربنا بيقول لك اتعب، فانت بتلاقي حاجه زي ديت بتعبك ده كله بتلاقيه في لحظه زي ديت، لحظه موجود مع الناس الجميله ديت، والناس اللي هي طبعا انا مبسوط جدا الناس كلها موجوده النهارده. انتوا شرفتوني، الناس في مجالي يعني مثلا كريستيانو رونالدو، رونالدو البرازيلي، الناس ديت انا على طول بقرا هما بيعملوا ايه في حياتهم، وعلى طول بشوف بيعملوا ايه، كتبوا ايه عن تاريخهم، بشوف على اليوتيوب كل حاجه عنهم. فطبعا في بيبقى في هدف انت عايز توصله له وانت صغير، فالناس دي كنت بحلم ان انا ابقى زيهم. فالحمد لله الواحد قدر يحقق جزء من احلامه. واي حد موجودين دلوقتي يقدر يوصل للي هو عايزه، بس بالاصرار والعزيمه والصبر بدعائهم. هم اول ناس هيبقوا معاك في الحلوه وفي الوحشه، فلازم تعمل بنفسك، وان شاء الله كل واحد عنده حلم هيحققه، بس يعمل بنفسه ويتعب ان شاء الله. صحيح.